الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى قصة النبأ وقصة الساعة وقصة الأمر العظيم الذي خلق الإنسان له ومن أجله، وذلك قول الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سبق البيان إذن من أن حقائق الساعة الواردة في كتاب الله جل وعلا هي من اليقين ومن الحتم ما قرره الله جل وعلا في غير ما آية وفي غير ما سورة، بل يكاد القرآن كله ينطق أو لا يكاد القرآن كله ينطق إلا بهذه الحقيقة، أعني حقيقة الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الإنسان ينسى هذه الحقيقة، أو بالأحرى يتناساها، حقيقة الساعة، قضية الخلق، قضية الوجود، ينسى وظيفته الأساسية، ينسى ماهيته. يعني الإنسان هو نفسه من هو، أو بالأحرى ما هو، للتجهيل. والآيات الدلائل القاطعة تعرض في كتاب الله وتعرض حوله في الكون المنظور، من أمر السماوات والكواكب والنجوم والأرض، شروقها وغروبها، على نهج حركتها السائر إلى الله جل وعلا. هذا كله آيات دلائل. الموت التي تنتقص منا كل يوم، تنتقص من أعدادنا أفرادا تترى بالمئات بل بالآلاف، وتنتقص من أجسادنا هرما ومرضا وتعبا ثم فناء ونهاية. هذه كلها آيات. وإن يروا آية يعرضوا، الإنسان لاهٍ ساهٍ عن هذه الحقائق الرهيبة، يعرض عنها، لا يلتفت إليها، ويقول سحر مستمر. سحر، أو ما في معنى السحر؟ فمن قائل هو سحر، ومن قائل هو خرافة وأوهام وخزعبلات وهلم جرى مما لا يصدقه الإنسان عادة. هذا التكذيب العقدي الحاصل من الكفار جميعا، أو التكذيب العملي الحاصل من كثير من المسلمين. هم مسلمون، نعم، يؤمنون بالله وباليوم الآخر وكل أركان الإيمان يصدقون بها هكذا ظاهرا، أو لنقل باطنا، لكنهم في حقيقة الأمر ليسوا بذاك، لا يعملون عليها، بمعنى أن رسوخ هذه الحقائق في قلوبهم ضعيف جدا. ولذلك فهنالك تكذيب عقدي وتكذيب عملي، كما الكفر معروف، الكفر العقدي والكفر العملي، مما قسمه علماء الإسلام في كثير من القضايا، وعليه شرحوا قوله عليه الصلاة والسلام:
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد يكون المسلم تاركا للصلاة وبذلك هو مسلم عقيدة، كافر عملا، أي عمله يشبه عمل الكفر، ومآله، وهذا هو الأفظع نعوذ بالله، مآله أي نهايته ومصيره هو إلى مآل الكفار ونتيجة الكفار التي هي العذاب نعوذ بالله من عذاب الله. التكذيب حاصل أيضا من المسلمين أنفسهم، وكذبوا، وما السبب؟ الأهواء، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، لأننا لا نريد أن نصغي إلى الحقيقة القوية في هذا الكون، لا نريد أن نعيش وجودنا الذي خلقنا الله له، وهو كوننا عبادا له، وهذا الذي سنتحدث عنه اليوم بحق العبدية والعبودية لله الواحد القهار، هذه لا نريدها، نتمرد عليها. الإنسان المعاصر متمرد على الخالقية، متمرد على الربوبية، لا يريد أن يكون عبدا، يريد أن يكون إلها، يتبع أهواءه، يريد أن يعيش حياته كما يريد على الهوى الذي يسوقه إلى ملذاته وشهواته البهمية. وكذبوا اتبعوا أهواءهم، والله جل وعلا يحكم حكما قويا، قال وكل أمر مستقر، والأمر هنا قضاؤه، ألا له الخلق والأمر، قضاؤه الكوني القدري العظيم. هذه المقادير قد قدرت منذ الأزل وهي مستقرة ثابتة، الساعة عنده على إبانها ووقتها، لن يؤخرها ولن يعجلها على وقتها، عذابه، حسابه، جنته، ناره، كل أمره ثابت مستقر، لن يتزحزح ولن يتبدل ولن يتغير. وإنما الإنسان الذي يعيش الأوهام، الإنسان هو الذي يعيش الأوهام بأهوائه. وكذبوا واتبعوا أهواءه، هذه الأهواء لن تغير من الحقيقة شيئا، وهذه هي الحقيقة كما يعبرون المرة، حقيقة المرة الرهيبة، أن هذا الانحراف البشري العظيم الذي نعيشه في أنفسنا وفيما حولنا لن يغير من الحقيقة شيئا. فعندنا ها هنا أمران، إذن أن الإنسان إنما خلق عبدا، إنسان عبد مش يدي لرسول، وهذا هو النبأ العظيم الرهيب الذي ينبغي أن نعيشه الليل والنهار، وأن نبلغه إلى أبنائنا وأهلنا وأسرنا وإلى من نحب من الناس، بل إلى كل الناس، أن الإنسان خلق عبدا لا إلها، ليس ربا لهذا الكون، رب لهذا العالم، خالق خلق الخلق من أجل أن يعبد، فإذا لم يعبد عذب نعوذ بالله من عذابه، وجعل لذلك ميقاتا هو الساعة التي قدرت وقررت ووقتها وأمرها مستقر عنده. وقد أنبأنا بهذه الصورة أن أهوالها على الباب، اقتربت الساعة وانشق القمر. فواجب على الإنسان أن ينظر في نفسه، واجب، يسميه علماء الكلام والعقائد النظر الأول. يعني بعض الأحيان نشوف شيء واحد الإنسان من الكفار، وهذا الأمر منطبق على المسلمين على الكفار، إنما أريد أن أطبق يعني هذا الأمر على الكفار أولا، ثم ننظر في أنفسنا. تلقى واحد الإنسان كافر، يعني يهودي نصراني بوذي من بلاد ما، يتجول يعني في الحياة ويتمتع كما تتمتع الأنعام، عايش الحياة ديال المادية، يعني يتمتع بالمال وبالنساء وبالشهوات. أتساءل مع نفسي، ألا يفكر هذا الإنسان عن في مغزى حياته؟ يفكرش واحد مرة يقول أنا علاش عايش؟ ها أنت ذا تتمتع وتأكل وتشرب، وسيأتيك وقت اسمه الموت وتنتهي، ألا يفكر الإنسان يعني هذا التفكير؟ لما لا نفكر هذا التفكير؟ هو التفكير، هو إن لم نفكر فيه هو يفكر فينا، لأنه يعني إذا أغفلت الموت من حياتك، إذا أغفلت
يعني إذا طردت فكرة الفناء من ذهنك فذلك لن يخرجها من الوجود، لن يطردها من الحقيقة الحية، ستأتي يوما ما وقريبا ليس بعيدا. يعني كالذي يريد أن ينسى شيئا لا يحبه وهو فيه، يعني نسيان الشيء لا ليس حلا، ليس حلا. اتباع الهوى ليس حلا، اتباع الشهوات ليس حلا أبدا. الشيء المتبوع سيقبض عليه يوما ما. وكذلك المسلم من باب أولى وأحرى الذي عنده حقائق سابقة إلى ذهنه، يعلم أن الله حق، وأن الساعة حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن الحساب حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق. إذا كنا نؤمن حقيقة بأن هذه الأمور حق، فيعني لما حالنا ليست على وزانها وعلى ما ينبغي أن يعدلها؟ هذا أمر يعني حقيقي، يعني مؤرق مؤرق. فإذا شعر الإنسان بقضية الساعة وقضية الوجود، فإنه إذن إذا كان قد اعتقد عقيدة الإسلام ينبغي أن يعيش حياة العبدية، أي أنه ليس ملكا لنفسه، إنما خلقنا يعني عبادا وعبيدا لله الواحد القهار. الإنسان ماشي ديال راسه، أنا وأنت نحن خلقنا عبادا لا نملك أنفسنا. هذا الذي ينبغي أن يترسخ، هذا الشيء سدري ماذا حصل للناس في هذا الزمن، نسوا هذه الحقيقة إلا من رحم الله. يعني الإنسان ماشي ديال راسه، أنا وأنت لسنا لأنفسنا، نحن عباد. يعني عباد يعني ما تاخذ شيء عباد بذاك المعنى الدارج العام، العبد هو العبد، العبد هو المملوك ديال مولاه ديال سيده، ماشي ديال راسه. هذا معنى العبد في دين الله وفي لغة العرب التي بها نزل القرآن الكريم. ومعنى كونك ماشي ديال راسك بمعنى أن الله عز وجل جعل لك مقاييس وأحكاما ينبغي أن تخضع لها بصفتك عبدا، فإذا خالفتها فأنت آبق. الآبق هو ذاك العبد اللي كيهرب لمولاه، كيهرب. لكن إذا هرب العبد لسيده في العلاقات البشرية لما كان النظام الرقيق في الكرة الأرضية يمكن يهرب فعلا وما يشدوش، ولكن حينما يهرب العبد لرب العباد أنى له الهرب وأنى مهربه، فين غنجي؟ وهو مملوك، مملوك في خلقته، مملوك من حلقومه. ربك يملك خفقات قلبك، يتحكم في قلبك، يتحكم في جريان الدم في شرايينك، يسكت قلبك ما تشاء وكما شاء في اللحظة التي يشاء. اهرب إلى أين شئت فإنك في أرض الله وتحت سماء الله وتحت قبضة الله. كيف تهرب في الأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل وعلا؟ لا مهرب، كلا لا وزر، لا مهرب من الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا منجى منه إلا به سبحانه جل وعلا. فحينما ارتب لك مواقيت للصلوات، يعني راه مولاك سيدك قال لك تجي في الوقت الفلاني وتجي في الوقت الفلاني وتجي، مواعيد ضربها لك كما يضرب العبد في الأرض، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. مواعيد للخدمة، كما العبد خصو يجي لسيده يخدم واحد اللحظات معينة قررها له، ولله المثل الأعلى. ومن باب أولى وأحرى رب العالم، رب العالمين ضرب مواعيد للناس سماها الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس راه ماشي للخاطر، ماشي للخاطر، ماشي في الوقت اللي بغيت وبالطريقة اللي بغيت وبالشكل اللي بغيت أبدا. هي يعني لحظات بين قوسين للخدمة. أنا وأنت عبد، عبد خصك تجي تخدم ديك اللحظة. عملنا في تلك اللحظة أن نمارس الخضوع لله ونذل بين يديه راكعين وساجدين حتى يأذن لنا بالانصراف. ملي كنقول السلام عليكم كيقول لك ربي تعالى الله يهنيك، عطيتك واحد اللحظة ديال الراحة، حتى يأذن لنا بالانصراف فننصرف من العمل
والذي خالف الموعد فقد أبق، راه هرب لمولاه، هرب لسيده. وسجل غائبا من لدن الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة تسجل، والله قبل الملائكة مطلع على ما يجري سبحانه وتعالى، قادر عليك بقدرته وبعلمه وبجبروته سبحانه وجل وعلا، ولكنه أمهل الناس لحكمته التي يعلمها إلى يوم الحساب. وما يوم الحساب ببعيد، وما يوم الحساب ببعيد، اقتربت الساعة وانشق القمر. فلذلك يعني مواقيت الصلوات هي أبرز مثال أضربه لمعنى العبدية. تحضروا في الفجر، تحضروا في الظهر، تحضروا في العصر، في المغرب، في العشاء، خمسة أوقات يتخللون أو تتخلل عفوا، خمس أوقات تتخلل اليوم والليلة من حياة الإنسان، خمسة أوقات تتخلل عمرك، يومك وليلتك، منظمة تنظيما دقيقا من لدن حكيم خبير، حتى لا تنسى أنك عبد، باش ما تنساش بلي راك عبد ماشي ديال راسك. تأتي في الفجر وتأتي في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي شطرين من الليل الذي هو العشاء، ثم لك بعد ذلك أن تطوع إن تلذذت بممارسة العبدية لله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا التوقيت اللي فرضه رب العالمين على جميع الناس. وفي هذه الآية الجامعة العجيبة، هذه أجمع آية في كتاب الله لكي تعبر على مواقيت الصلوات والطبيعة ديالها، هي هذه الآية. بهذا الأمر الملزم لكل البشرية، خاطب به شخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه لكل من بلغه رسول الله رسالته. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس أي تحولها وملايانها وهو الظهر، وكل وقت صفة عامة فيه تحول للشمس وهو الظهر والعصر والمغرب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهو اشتداد الظلمة وغياب الشفق الأحمر، ولا يبقى أثر لضوء النهار في الفضاء، وهو بداية العشاء الآخرة، إلى غسق الليل. ثم كر بالكلام بعد ذلك على الوقت الأول الذي يبتدئ به النهار، قال وقرآن الفجر، عزلوا بالذكر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة، تحضره ملائكة الرحمن من الذين كلفوا بصعود بأعمال بني آدم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر كما في الحديث الصحيح. ثم قال لرسوله ولمن ائتسى برسوله عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة ليس واجبا، لكنه ذكر بذاته، وهذه راه مهمة جدا. النوافل كثير، بزاف ديال النوافل كاين، من الرواتب التي تعلمون بالنهار والسنن كالضحى وغير ذلك، ولكن لا ذكر لشيء من ذلك في القرآن الكريم. هذه الرواتب والنوافل عموما مذكورة غير في السنة النبوية، وذكرها في السنة النبوية كافي للشريعة، واضح متفقين. ولكن أن يتولى الله بذاته سبحانه ذكر نافلة بخصوصها وبعينها، يعني أنها متميزة على سائر النوافل، وما ذكر شيئا من ذلك في القرآن بهذه الصراحة وبهذا الوضوح الذي لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير، كما ذكر صلاة الليل. يعني من بعد الفريضة ما كاينش سنة لمذكورة في القرآن الكريم من غير صلاة الليل، القيام ذكره الله بذاته وبنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، بينما السنة الأخرى يعني قيام الليل وغيره مذكور في السنة، لكن أن يفرض شيء من ذلك في القرآن، لأن الأصل في القرآن أنه يتولى أصول التشريع،
أمهات الفضائل وأمهات الرذائل هي اللي موجودة في القرآن. يعني ذاك الحرام الكبير والواجب الكبير هو اللي كان في القرآن، والفروع ديال هذا الشيء موجود في التفاصيل ديال السنة. وربي مع ذلك قبط واحد النافلة وجابها لنا في القرآن، بمعنى أنها نافلة عظيمة جدا. وقد ورد ذكر قيام الليل في غير ما آية وفي غير ما صورة كثير جدا، وكفى بذلك المزمل التي هي من أولها إلى آخرها في قيام الليل وما يتعلق به. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخر السورة، مما ورد فيها بعد ذلك من النسخ للوجوب. لأن في بداية السورة كان قيام الليل في بداية العهد النبوي كان واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، واجب على المسلمين كاملين، كل الصحابة كان قيام الليل فريضة عندهم، ثم نسخه بعد ذلك الرحمن من الفرض إلى النفل. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فأرخص في تركه، ولكن جعله مندوبا وأقرب ما يكون إلى السنة المؤكدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم عنه أنه تركه كان قيام الليل عنده دائم، ولم يحدد في ذلك قدر على الإلزام، يعني من ركعتين حتى 13 ركعة بالوتر. ولا إلزام، لكنه ذكر على أنه نوع من الخلاص للإنسان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه الأمر أو أفزعه فزع إلى الصلاة وخاصة بالليل. وإنما ذكرنا هذا لنبين أن الصلاة تغرس في قلب الإنسان كونه عبدا، كتعلم الخضوع العبدية لله وتفيق بالحقيقة دياله بأنه خلق عبدا. الصلاة أول واجب بعد الإيمان بالله يمارس به الإنسان عبديته لله جل وعلا. ولذلك قال لموسى نبيه عليه الصلاة والسلام حينما أعلمه بنفسه وعرفه بذاته سبحانه بجانب الطور الأيمن، قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا الإيمان. ثم قال له فاعبدني، كيف تعبدني؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي الحديث الصحيح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث في مسند أحمد وفي غيره بسند صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فحينما إذن نشعر أننا لسنا لأنفسنا لا نملك أنفسنا، وأن الله خلقنا لنحقق هذه الغاية في الأرض، من الآيات الكثيرة المتداولة بين الناس التي نردد ألفاظها ولا نعيش حقائقها مع الأسف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتضافرة الناطقة بهذه الحقيقة. فمعنى أنك تخالف الحق سبحانه معناك أنه تتمرد عليه. نعرفوا الحقيقة رأى شيء كبير، كل الإنسان لا يصلي يعني أمر رهيب، صعب جدا، خطير جدا، يعني راه كيعلن الحرب على الله تعالى، هذا المعنى ديالو، يعلن الحرب على الله. فلينتظر إذن متمرد على خالقه، سائر على رب الكون، يتحمل إذن مسؤوليته إذا قد بها في شيء آخر. وكذلك العصيان من تأخر عن وقت الصلاة ما أنذر فاعل خير في القرآن، يعني دائما الخير في القرآن والسنة دي ما كي تذكر بخير، واحد مرة ما تذكرش أي بخير. ما أنذر فاعل خير في القرآن
كما أنذر المصلون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلون مسلمون مؤمنون قطعا، لأنه ما معنى يصلي؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي صلواته الخمس، لكنه يسهو ويغفو ويغفل. وهذا الذي سميته بالتكذيب العملي قبل قليل، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، لأنه لا سهو عن الواجبات إلا باتباع الهوى. من هي مع البيع والشراء، من هي مع الإدارة ديالك، من هي مع التجارة ديالك، من هي مع شيء ما مما لا يقبله الله عذرا، لأن يعني الأعذار الشرعية معروفة، معروفة الأعذار الشرعية مما لا طاقة للإنسان به ولا يكلف الله سلا وسعة. ولكن شيء أنت واعي به تعي حق جيدا أن حق الله قد ترتب عليك من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، وكتقول بلاتي شوية بلاتي شوية، أو الحج هذا العام اللي حداه اللي بعده، أو الزكاة هذا الشهر اللي جاي حتى يدخل عليها الزكاة الأخرى حتى ما تعطيهاش، فالأمر خطير. إذن هذا تمرد، هذه الغفلة ليست من الغفلة ولا من السهو المغتفر، لا، هذه من الغفلة والسهو الذي سببه اتباع الهوى، وهو ضرب من التكذيب، ضرب من التكذيب العملي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وحقيقة الناس كيقولوا ما توقفش على المصلين، أنا أحيانا لي نفسي غير لراسي كيعجبني نوقف عليها، إيه حقيقة، لأنه ملي توقف عليها ماشي ذاك الوقف بمعنى أنه الوقف التفسيري معروف، يعني أهل القراءات وأصحاب الوقف، يعني الوقف عنده واحد الوظيفة تفسيرية كيف تفسر المعنى، ولكن واحد الوقف مزيان يكون وقف تأملي تدبري اعتباري. ملي تقول فويل للمصلين، يعني بنادم يقول مع راسه أش داروا هاد المصلين باش ويل له، والويل واد في جهنم يصلي ويكون مآله النار. هذا للتدبر وليس للقول بأن من صلى دخل النار، لا، هذا تفسير، ماشي هذا المقصود قطعا، وإنما المصلون حقيقة حقيقة هم أهل الجنة. فحينما إذا تتأمل بأن المصلي قد يدخل النار، قد يلقى في الويل، فويل للمصلين، فنسأل ماذا فعل هؤلاء المصلون؟ إذن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يسهو عن الوقت، هذا المقصود، الوقت الوقت ماشي السهو داخل الصلاة. ولذلك قالوا من رحمة الله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال الذين هم في ما نجا أحد، لأننا جميعا نسهو في الصلاة، كتقول الله أكبر وعقلك مشى للحانوت أو مشى للخدمة أو مشى للتجارة، هذا السهو شروده في الصلاة، لكن يعني وهو أمر سيء خصك تحاربه، لكن الأمر الأخطر والذي ذكر يعني الوعيد في حقه هو أن تسهو عن الصلاة، يعني الصلاة كلها مشأت من بالك وما صليتهاش، لم تؤديها أو لم تؤديها في وقتها حتى دخل وقتها اللاحق، هذا المقصود. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي ينسون الوقت، وهذا النسيان لا يتعارض مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه رفع القلم عن الناس، الناس إنسان نسى مرفوع عنه القلم تا يتذكر. إذن ما المقصود بالسهو هنا؟ ما ذكرت السهو ماشي راك نسيتها بمرة يعني ما طحتلكش في بالك، لا، ولكن يعني كتأجلها، كتقول بلاتي شوية الوقت مازال، راه هذا الوقت الأول، هذا الوقت الثاني، هذا الطلوع، هذا الهبوط، حتى كيمشي الطلوع والهبوط ومشي الوقت كامل، فلا تشعر إلا وقد أغفلك إبليس فدخل عليك الوقت اللاحق، ماشي يعني بنادم سقطت من بال ديالو الصلاة خطرة الوقت ديالها، وإنما هو يعني عارف بأن الوقت دخل، ولكن جعلها في يعني في الدرجة الثانية من الوعي ديالو، الدرجة الأولى من الوعي ديالو الشغل الدنيوي، نرى شغله هذاك الهوى
وكذبوا واتبعوا اهواءهم. هذاك البيع والشراء ولا هذيك الموت اللي راك تمتع بها في ديك اللحظه، وانت يعني تطرد من ذاكرتك، تجيك صدرك وكتجلي كترميها كتجري عليها، تطرد من ذاكرتك حق ربك. انت آنئذ تتمرد على خالقك، انت آنئذ تخوق سنن وجودك او سنه وجودك اللي هي انك عبد ماشي ديال ماشي ديال راسك، انت ديال مولاك. ما يستيقظ الانسان الا باذن سيده. لما عطاكش الابن تقعد من الفراش ما تقعدش، ما تنوضش، قد يقبض روحك، قد يقبض قوتك. لا تأكل إلا بإذنه، لا تنام إلا بإذنه، لا شيء في حياتك إلا بإذنه. مولاك سيدك متحكم في كل أمرك، ويطلب منك أن تعترف بهذا. كيف تعترف به؟ تؤمن به وتعبده. هذه العبدية هذه هي أكبر حقيقة ينقل الدين نبأها وينقل خبر مخالفتها، من أن المآل حساب. ما كاينش اللعب في الكون ديال مولانا والخلق ديال مولانا الكريم سبحانه. حساب، كل سيؤدي حساب فعله. وبهذا الميزان ديال أنت عبد، أنت عبد، فما يعني ما مقدار ممارستك لهذه الحقيقة؟ واش أنت مخلوق غير تعيش كما بغيت وكان؟ لا أبدا. قد أنبأتك، بلغتك الرسالة، جاءتك الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جاءك القرآن، تلي عليك، تلوته، بينت لك، فسرت لك، شرحت لك. فلما إذا لم تستجب لله جل وعلا؟ لما لم تكن عبدا لله حقيقة وأنت كذلك خلقة وطبيعة؟ لما لم تكن عبدا لله بإرادتك باختيارك والله أمرك بذلك؟ لما تمردت على ربك؟ هذه هي الحقيقة الكبرى. هذا النبأ حقيقة عليه اللي خصني نربيه عليه نفوسنا ونربيه عليه الأبناء ديالنا، يتعلموا هذا الأمر. هذا نقتل ذلك الكبر الشيطاني في أنفسنا. إنسان يعني يقول أنا أنا، هذه الأنا الرهيبة الشيطانية الإبليسية يجب أن ندمرها في أنفسنا. من أنا ومن أنت؟ ما أنا إلا عبد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقف بين يديه أعرابي يوم ما، جاء واحد من البادية كيسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، عمره ما شافه، كيسمع به الرسول 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 عليه الصلاة والسلام، ويعني سيرته طبقت الآفاق، يعني خاض معارك وأرسل يعني الرسائل إلى ملوك العالم وإلى آخره، يعني بحيث أن هذا العربي يعني شخص الرسول عليه الصلاة والسلام عمر له العقل ديالو وعمر له القلب ديالو. فلما جاء ووقف بين يديه فزع منه، هذاك العربي تخلع من سيدنا محمد، خاف، قال هذا الرسول يعلم الله شنو هو، خاف، فجعل يرتعد، بدا مسكين يتفتف ويترعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هدئ من روعك، ايه برد على راسك بشوي عليك. قال له ما أنا إلا عبد، أو ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد. تواضع عجيب. أنا راه بحالي بحالك، أنت 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 عربي بدوي، أنا راه أمي كانت عايشة غير بالقديد، يعني ما تكون يعني يعني راه تواضع، يعني واحد تواضع عجيب جدا، باش باش يبينوا بأنه عبد عبد. وخير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال أختار أن أكون عبدا رسولا. وقالت عائشة فلم يزل يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، كما في العبدية. وبهذا كان عليه الصلاة والسلام أرفع رسول عند الله، لأنه حقق العبدية في أرفع منازلها. وقد كان قبله أنبياء ورسل، أنبياء ورسل كل أعطاه الله ما أعطاه، هذا أعطاه ملك دنيوي، هذا أعطاه قوة في شكل ما. سيدنا محمد إنما طلب أن يكون عبدا، فرفعه الله جل وعلا أعلى مقام وجعل له المقام المحمود متفردا به من دون الأنبياء والرسل يوم القيامة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك الحكمة السائرة من تواضع لله رفعه هي مستنبطة صراحة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
فقلت إذن عندنا حقيقة، حقيقة العبدية اللي هي الوضع الطبيعي ديال الإنسان، والملايير مع الأسف، مع الأسف الملايير حقيقة من الناس يشردوا عن هذه الحقيقة. الإنسان كيعيش إله في الأرض، يعيش إله في الأرض من جهله، من جهله وظلمه. والله الإنسان أبسط إنسان، ولو لم يصله شيء من الدين غير يجلس يفكر يفزع، ولن يقبل بهذه الحياة على وضعها هكذا. يعني نفرضوا هذا الإنسان هذا ما عمره ما سمع أخبار الدين، يعني هاني ما عمره ما سمعت لا دين ولا رسالة وكذا لأخي، وقول لي هك هالأموال هالملايير هالأملاك، ولكن تحكم علي بأنك بعد سنوات ستموت، لن أستطيع أن أتذوق ذلك المال. كيف كيف الإنسان يتلدد بالحياة وهو سيموت ويتركها؟ أي ما عجيب هذا الأمر، أي لذة فيه، أي لذة فيه، أي لذة في مال سأتركه وسأتركه شرا ترك. ماشي زعما تمشي لشي موضع، يعني دابا بغض النظر على الدين، خلينا من بعث الإيمان، كنتكلموا واحد الإنسان ما عندوش فكرة عن البعث كاع ولا يوم القيامة، هو بالنسبة لي سيصير ترابا، يتحلل لحمه في التراب ويصير دودا وصديدا ثم ينمحي. ما قيمة الحياة إذن إذا كانت هذه حقيقتها؟ الحقيقة الثانية إذن هي الحساب. إذا كانت الحقيقة الأولى هي أن الدنيا فانية، وأنما خلقنا عبادا لله لنمارس العبودية، ومن تأمل حقيقتها أدرك أنها يعني لا تسمن ولا تغني من جوع من حيث الملذات والشهوات، لا تسمن ولا تغني من جوع من حيث الملذات والشهوات، وإنما يعني الإنسان الكافر بحقيقة الآخرة، يعني إذا درت واحد الاستقراء يعني تام، الكفار اللي ما كيأمنوش مهني مع راسته يعني غادي في الطرقات يتجول يأكل ويشرب ويتمتع. أتوجد واحد النفسية وقد قرأت مقالا في هذا، واحد الاستقراء واحد الاستمارة دارت عجيبة جدا، يعني في بلاد الكفر، يعني ودار شي واحد ماشي مسلم، يعني هو دار بحث فلسفي يعني مجال الفلسفة، لكن في صلب الدين كان كيسول الناس، عدد الناس كيسولوا واش كتفكر في الموت، تعرف فيهم ما كيفكر فيها، لأن اللي يفكر فيها هو ماشي مسلم غير أحمق. وقد وقع هذا العدد من الناس يعني جنوا بسبب التفكير في الموت، لأنه ما عندوش استعداد يموت، ما عندوش استعداد، لأن إما أنه لا يؤمن بالآخرة أصلا، أو أن إيمانه بها واحد الإيمان يعني إيمان مشوه، بحيث يعني لا يرغب في أن ينتقل إليها لأنه يعتبر أن دنيا أفضل من أخرى. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. والحقيقة هي الحقيقة، ما هي؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وهو قول الله في السياق الذي نحن فيه، وكل أمر مستقر. ما فائدة نسيان الموت إذا كنت سأموت قطعا؟ بالعكس، بالعكس، الحكمة تقتضي أن تفكر فيها، أن تفكر فيها من أجل أن تعرف لغز الوجود ولغز الحياة، وأنت من وماذا يراد منك. وحينما تجد أجوبة القرآن واضحة قوية، من كان في قلبه ذرة من إيمان دخلت السكينة إلى قلبه والطمأنينة، وبادر إلى العمل، لأنه العمل في الدين كيعطيك واحد الأمل عظيم جدا في الحياة الدنيا. كتقول لي الحياة الدنيا عندها قيمة عندك، نظرا لأنك بها تؤسس الحياة الأخرى وتضمن الخلود السعيد، وما كيوليش الموت عندك فوبيا، يعني هذاك الخوف المرضي اسمه فوبيا علم النفس، ما يكونش الموت عندك واحد الفزع اللي يخليك يعني يدمرك، لا بالعكس. ذلك عند الكفر، وذلك من اللي يبدأ يحققوك يحماقوا. المؤمن لا، الموت عنده فزع نعم، ولكنه خوف تعبدي تربوي.
يبعث العبد على وينشط القلب على السير إلى الله جل وعلا وعلى التوبة والفرار إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وحينما تشعر بأنك تحت رحمة الله تشعر بالسكينة وبالأمان وتشعر آنئذ بجمال الدين. شحال الدين جميل ممتاز يجعلك تتذوق الحياة أجمل تذوق وتشتاق إلى الآخرة. كيخلي لك ما بعد الموت عندك شوق ما كيوليش فزع، بالعكس تشتاق إليه، تشتاق إلى الجنان ومنازلها، تشتاق إلى صحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة ورؤية أصحابه ورؤية الأنبياء السابقين. وقبل ذلك وبعد ذلك تشتاق إلى مولاك وإلى رؤية وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تتمتع بذلك الجمال المشرق عندما يتجلى الرحمن على عباده بنوره سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ودون ذلك، أي دون الإيمان بهذه الحقائق ودون العمل لذلك، عذاب شديد مستمر. هذه حقيقة رهيبة، قضية الحساب من أصعب القضايا التي تنتظر الإنسان. والإنسان يبدأ يتأمل يعني كيف، نعوذ بالله نعوذ بالله، الإنسان يعيش يعني عذاب مستمر، شيء غريب جدا لا يطاق، ليس يعني الدخول فيه لا تصوره، غير بدأ تخيله يعني بلاده صافي كيبدأ يحس يعني بالصداع، تقدرش تخيله. يعني الإنسان يعيش يعني النهار وخوه الليل ومطال النهار ومجبد الأعوام والسنون والقرون الأبد في العذاب. هذه حقيقة غريبة، أعوذ بالله من عذاب الله. وهذا العذاب الذي يعني يدخله حتى أهل الإسلام وأهل الإيمان اللي هو محدود إلى غاية، راه غير كيتسمى محدود إلى غاية يعني في الدين ديالنا، وصحيح محدود إلى غاية في الواقع ديالو، يخرجون من النار إلى الجنة، ولكن كيف زمان الآخرة؟ عندك فكرة على الزمن الآخرة كيف يدير؟ يوم الآخرة قرون قرون من أيام الدنيا ومن زمان الدنيا، أرى يعني سنة أو سنتين من الآخرة، يعني ما شاء الله راك الدنيا كلها من سيدنا آدم إلى آخر من يكون، فاللي دوز نهار ولا يومين ولا ثلاث أيام في جهنم نعوذ بالله. ولذلك المؤمن يطلب الله تعالى أن لا يراها وأن لا يسمع حسيسها، الصمت ديالها ما يجيش على ودني. فتلك هي النجاة حقيقة، تلك النجاة. وهذا الأمر هو الذي من أجله جاء القرآن. هذا القرآن جاء كل الهجي باش يقول لك ابن آدم انت راك ماشي ديال راسك، انت راك عبد وخصك تمارس العبودية ديالك لله، تكون عبد تمارس العبودية ديالك لله الواحد القهار. فإذا لم تفعل فها هنالك حساب سيتلقى ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا عند الله جل وعلا واقع احتمم وبغير زمن، بمعنى أنه راه ماشي عند الله تعالى، راه كيتسنى سبحانه هذا النار بعده، هو فوق الزمن. هذا المفهوم ديال الزمن راه غير عندنا احنا، نحن الذين نخضع لمقاييس الزمن، أو سبحانه وتعالى رب العالمين فوق الزمان والمكان. ولذلك كيعبر بتعبير الماضي في أمور المستقبل، اقتربت الساعة وانشق، هو عاد غادي ينشق بالنسبة لنا احنا، لا هو عنده انشق وانشق القمر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر ذنبنا وقوي ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا قوي أبداننا على العبادات، وقوي عزائمنا على الطاعات، واغفر لنا أجمعين. اللهم أدخلنا في رحمتك وفي عفوك وفي سترك، واجعلنا من الناجين برحمتك وعفوك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.